اهلا بيكم في قناتي، قناه اكلات هلا. النهارده هنعمل بقى الفطائر المقلاه السريعه للفطار للعشاء اللي عملت ترند ومكسره الدنيا. هنعملها وننفذها النهارده. تنفع سحور، تنفع بقى فطار. هي تنفع سحور، بقى حلوه قوي بمناسبه بقى رمضان. كل سنه وانتم طيبين، لان تجهيزها سهل جدا وسريع ومشبعة، فهي تنفع لكل حاجة بصراحة، فطار عشاء سحور. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا هنا معايا اهو كوباية حليب دافية، طبعا عليها بيضة ومعلقة سكر كبيرة صغيرة، أسفة. وأنا بحب دايما لأي حاجة معجنات أحب أضيف لها لبن بودرة، بصراحة بيدي قوام للعجينة وبيدي دسامة حلوة قوي. فأنا هضيف معلقتين صغيرين بس مليانين لبن بودرة، هحط عليهم باكيتة خميرة فورية اهي كده، وهقلبهم مع بعض. انا واثقة في الخميرة بتاعتي، فمش هعمل لها اختبار ومش هيسيبهم يخمروا الاول. انا هحط الدقيق على طول، هقلب حلو لحد ما الخميرة تدوب خالص، وبعدين هبدأ في إضافة الدقيق اللي عندي. الأول هحط رشة زعتر عشان تنكهلي الفطائر بتاعتي، وهبدأ أضيف الدقيق. وهقلب. انا عايزة قوام العجينة يبقى سايب، مش هتبقى عجينة متماسكة لان هي سائلة طبعا. وهحط رشة الملح بتاعتي، انا هنا العجينة بتاعتي لسه عايزة دقيق تاني، فهضيف لها دقيق تاني. بس كده، هي كده تمام عندي. هو ده سمك العجينة اللي انا عايزاه اهو، تبقى كده. شايفين؟ هو ده اللي انا عايزاه. انا هغطي بقى العجينة بتاعتي وهسيبها تخمر، هحطها في مكان دافي وهسيبها لما تخمر وارجع اوريكم هنعمل ايه. العجينة بتاعتي خمرت اهي هنا، وانا فكيت الخمر بتاعها تاني، هضربها تاني اهو. بالشكل ده. وعندي بقى هنا الحشوة بتاعتي،
عندي جبنه، عايزه تعملي جبنه ميكس اعملي، عايزه تعملي جبنه شيدر بس زي ما انا عامله كده اعملي، عندي فلفل، عندي لانشون، عايزه تحطي جبنه نستون حطي، جبنه كريمي حطي، اللي انت عايزاه. انا هكتفي بدول بس. في الفطاير بتاعتي، لكن هي تقبل اي حاجه بس. وهقلبها بقى مع بعض. عايزه تحطي موتزاريلا تبقى جميله طبعا، هتديكي المطه اللي الولاد بيحبوها. لو ان الجبنه الشيدر برضو بتدي نفس المطه، يعني شوفوا الجبنه الشيدر لما هتسخن هتديكي برضو المطه، اهي شايفين كده الفطاير جاهزة عندي للقلي. حاجة كده سهلة والله وبسيطة بالشكل ده. ويلا بقى علشان نقليها. هقلي بقى الفطاير بتاعتي، هعمل الطاسة فيها زيت كده. وأول ما الزيت يسخن هنزل بالفطائر. اهي عندي اهي، هحط كبشة منها كده بالشكل ده. على حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه. اول ما احس ان هي هتبدا تستوي من فوق هروح قلبها على طول. قلبتها على الناحية التانية اهي. شايفين بقى نفشت ازاي، وهوريها لك دلوقتي من جوه. تحفة بجد، وطرية وهشة تحفة. هعمل واحدة تاني. الشكل ده هسويها كده. وهكمل المقدار كله وارجع اوريكي الشكل الاخير بتاعها بقى. دي بعد ما قلبتها هو ده اللون اللي انا عايزه اوصله. الاولانيه معلش انا ضغطت عليها في السوى شويه، لكن هو ده اللون الصحيح للفطاير المقلاه بتاعتي. هرجع بقى ووريكي شكلها النهائي، وهفتح حالك ووريها لك من جوه. ودي كانت وصفتنا النهارده، فطائر المقلاه اللي عامله ترند ومكسره الدنيا. عملتها لك اهو على القناه، ده شكلها. وهنشوفها من جوه. شايفه قد ايه هشه وطريه بجد، الشكل تحفه والطعم جنان.
جربيها وقولي لي رأيك. ولو انت جديدة في القناة ما تنسيش لايك شير اشتراك عشان يوصلك كل جديد بقدمه. وكل سنة وانتم طيبين. دي تجهيزات رمضان، بنحاول نعمل وصفات للسحور، وصفات للفطار تبقي جاهزة عندك وتعتمديها عندك. وكل سنة وانتم طيبين، ويلا باي.